جميع تسريبات يوم الخميس خاصة بباكج نجوم الأسبوع والنسخ المضمونة التي سوف تكون حاضرة معنا داخل هذا الباكج. رسميا يا إخوان، نسخ تستحق أن تكون داخل حسابك. شاهد المقطع من أوله إلى آخره أخي كريم، وشجعني بلايك للمقطع وتعليق جميل، واشترك معي إذا أعجبك المحتوى الخاص بي والفيديوهات الخاصة بي يا إخوان. أما الآن سوف ننتقل مباشرة في تفاصيل مقطعنا، وكالعادة سوف أشارككم أبرز النسخ التي ستكون حاضرة معنا يوم الخميس يا إخوان. يعني لن تجدوا أي تسريبات مضمونة إلا في هذه القناة، لذلك أنصحكم بالاشتراك في هذه القناة. المهم إخوان، سوف ننتقل إلى أول لاعب سوف يكون حاضر معنا وبنسخة بوستر مضمونة 100%، وهي للاعب تيجاني في مركز ديم إيف بالفالتي ساوتون داخل التشكيلة. بانتقالنا إلى اللاعب التالي وداني أولمو في مركز أيم إيف بالفالتي 99، وتكون نسخته بوستر إن شاء الله، لما لا يا أخي كريم، في أنه تألق في المباراة الأخيرة. بالنسبة للاعب التالي هو عثمان ديمبيلي في مركز إيغ دبليو إيف بالفالتي ساوتون. كذلك اللاعب التالي ومحمد صلاح بعد تألقه في المباراة الأخيرة وبعد تسجيله لهدف الانتصار في مركز إيغ دبليو إيف بليفل 100 داخل التشكيلة. بانتقالنا إلى اللاعب التالي وهو اللاعب الأسطوري لقمان في مركز إس إس بليفل 97 داخل التشكيلة. كذلك تألق المهاجم إسحاق في مركز سي إف بليفل 97. نفس الشيء للمهاجم لوطارو مارتينيز في مركز سي إف بليفل 99 داخل التشكيلة. كذلك أخي كريم، تألق الأسطورة سيمون في مركز سي إف بليفل 96، ولكن اتوقع نزوله بنسبه قليله. نفس الشيء للاعب سولانكي في مركز سي اف بليفل 97 داخل التشكيله. واخر لاعب سوف يكون حاضر معنا واتوقع ان تكون نسخته بوستر اسطوريه، وهي للاعب جمال موسيالا في مركز ام اف بليفل 100 او 101 داخل التشكيله.